هلو يا اخواتي، عاملين ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده يا جماعه زي ما انتم شايفين انا هكرت فيه تطبيق كابونر 2048. النصائح من خلال الفيديو النهارده هخليك تهكر التطبيق ده واخليك تشحن جوار فري فاير، وكمان هخليك تشحن شدات ببجي موبايل مجانا. هو ده طبعا موضوعنا بتاع فيديو النهارده، اللي انا هخليك تشحن شدات ببجي موبايل مجانا، لان الناس كتير طبعا بتقول ان التطبيق ده ما بيشحنش شدات ببجي موبايل. فانا صاحب الفيديو النهارده هثبت لك ان هو بيشحن شدات ببجي موبايل، وعرفك كمان الطريقه اللي انت هتخلي التطبيق ده يشحن بيها شدات ببجي موبايل. بس قبل ما نبدا الفيديو يا صاحبي، لو لسه ما حطيتش لايك حط لايك للفيديو، واشترك في القناه وفعل زر الجرس، لان انا كل يوم بنزل طرق جديده لشحن شدات ببجي موبايل مجانا. وصلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا يا صاحبي نروح على الطريقه اللي هخليك تشحن بيها شدات ببجي موبايل مجانا من التطبيق ده. اول حاجه يا صاحبي، لو التطبيق عندك في التليفون امسحه، لو التطبيق عندك على الجهاز امسحه. هتخش على متجر بلاي او جوجل بلاي، يعني تبحث عن تطبيق كابونر 2048 من اول وجديد وتثبته من اول وجديد. تمام، ركز معايا عشان اخليك تضيف شدات ببجي موبايل في التطبيق ده. ركز معايا تاني، لو التطبيق عندك في التليفون اصلا امسح التطبيق، يعني امسحه، اعمل له ازاله من الجهاز، اعمل له الغاء تثبيت. وبعد كده صاحبي تعالى هنا على جوجل بلاي وثبت التطبيق، ابحث كابونر 2048 وثبت التطبيق، وسيب بقى صاحبي التطبيق لما يعد 100% عقبال ما يتثبت. اول صاحبي ما التطبيق يتثبت هتعمل له فتح على طول. نستنى مع بعض كده يا جماعه لما التطبيق يتثبت. طبعا اهو التطبيق عد 100% وبيتثبت قدامكم. ركز معايا في كل خطوه انا قلتها، لو في كلمه عدت مني انت ما سمعتهاش رجع الفيديو واسمع الكلمه كويس، لان كل كلمه حرفين انا هقولها في الفيديو ده هتكون مهم. وبعد طبعا يا جماعه ما التطبيق اتثبت هنعمل له فتح، وده طبعا عايز اقول لكم ان ده احدث اصدار من اللعبه. تمام، ده احدث اصدار من التطبيق ده. فهتسيب بقى صاحب التطبيق ينزل لوحده عادي خالص كده. تمام، يعني هسيب التطبيق ينزل لوحده عادي خالص من غير ما تلمسه ولا اي حاجه. كده بقى يا جماعه التطبيق بيفتح معانا، التطبيق او اللعبه يعني اي حاجه مش هتفرق. اول يا صاحبي ما اللعبه تفتح معانا هيظهر لك كده بالظبط اهو يا جماعه. يعني انت اول ما بتخش اللعبه، هي دي طبعا الغلطه الكبيره اللي كل الناس بتعملها، انها بتختارش ببجي، بتختار فري فاير وكول اوف ديوتي او فري فاير واي لعبه تانية. فانت بتضغط على ببجي وتدوس على كلمه تسليم الصفرة. تمام، ببجي وتدوس كلمه تسليم الصفرة بس كده يا جماعه ببجي اتضافت معانا، وتختار لعبه تانية. عندك كول اوف ديوتي وعندك فري فاير، عندك اي لعبه انت عايزها بقى تختارها. يعني انت هتختار لعبتين بس كده، احنا اخترنا ببجي، عليك تختار لعبه تاني. انا طبعا اخترت فري فاير، يعني انت بتختار بمزاجك. وبص يا صاحبي بقى معايا اهو عندي هنا ببجي ونشحن شدات براحتنا خالص، وبقى معايا كمان فري فاير. يعني انت بص يعني حاجه في منتهى السهوله. هي دي يا جماعه الطريقه اللي احنا نضيف بيها شدات ببجي موبايل في التطبيق ده. يعني تعالى اوريكوا التطبيق ده بيشحن كام شده، وبعد كده اروح على طريقه الهاكر اللي هنهكر بيها اصلا الشدات دي. تمام، يلا بينا يا جماعه. بص صاحبي هنا عندنا 6000 شده، وعندنا 9000 شده، و18000 شده، و18000 شده برضه. يعني انت صاحبي بتشحن من التطبيق ده 18000 شده، يعني حاجه جماعه في منتهى السهوله. يعني تشحن، انا دلوقتي هخليك تهكر التطبيق زي ما انا هكرته في اول الفيديو، وتشحن كل الشدات دي براحتك. يعني انت هتشحن شدات الى ما لا نهايه. يعني انت بص هتشحن شدات براحتك خالص، وتشحن بيها كمان شدات ببجي موبايل. يعني بص حاجه اسطوريه والله. هخليك يا صاحبي دلوقتي تهكر التطبيق ده، وهيكون معاك جواهر كتير خالص، وتشحن بقى بيهم شدات. بتدوس على كلمه استرداد اللي هي الصفرة دي، وبتكتب الاي دي. طبعا دلوقتي بقول لي لا يكفي، يعني انت لسه مش معاك نقود. تمام، فاحنا دلوقتي هنهكر التطبيق يا جماعه معاكم دلوقتي حالا. يلا بينا نروح على طريقه التهكير، وبعد كده نرجع نشحن شدات ببجي موبايل. بص صاحبي هنطلع كده ونخش على جوجل كروم. تمام، يعني فيديو النهارده ان شاء الله ولا هنشرح عن تطبيق هابي مود ولا اي حاجه. تخش على جوجل كروم يا صاحبي، هكون سايب لك رابط في وصف الفيديو، هو ده رابط الموقع اللي هننزل منه كابونر 2048 متهكر جاهز، مش هتعمل فيه اي حاجه. اهو يا صاحبي التطبيق، يعني بص الموقع ده هسيبه لك في الوصف، هتضغط بس ضغطه كده واحده على الموقع هيوديك هنا على طول. تمام تمام، اقول لك دلوقتي الصفحه الرئيسيه بتاعت الموقع انا هتفتح معاك ازاي، لان هي مش هتفتح معاك كده. تمام، هتفتح معاك قبل دي بخطوه، يعني هوريك دلوقتي الخطوه. بص صاحبي الموقع هيفتح معاك بالصوره دي كده بالظبط. تمام، اول ما تضغط على الرابط اللي في وصف الفيديو هيوديك كده على الصوره دي بالظبط. تمام، هتطلع كده وتدوس كلمه التحميل الان كده. طبعا مش هيتحمل ده، دي لسه اول خطوه. التحميل الان هيظهر معاك كده صاحبي، اطلع فوق سنه كده هتلاقي بص الاصدار الاحمر ده، الاصدار 2 يعني 2.20. تمام، اللي هو 2.20 مود. مود ده طبعا يا جماعه يعني مهكر. انت تضغط كده ضغطه هتلاقيه بيقول لك هيعد يعني 5 ثواني.
هتسيبه كده عادي يعد 5 ثواني براحته خالص. اول ما يعد هتلاقي كلمة ابدأ التنزيل، هي دي يا صاحبي، هتدوس على كلمة ابدأ التنزيل ونستنى لما التطبيق يتنزل معانا وبس. يعني لو رفعنا كده طبعا نزلنا على شريط الاشعارات هتلاقيه هنا بيعد التطبيق طبعا 49 ميجا او الاصدار ده يعني بالذات لان ده هو اللي متهكر 49 ميجا تمام 49 ميجا بقى صاحبي. هسيبهم تعدوا كده لوحدهم يعني عقبال ما يعدوا تمام. اول ما تخلص هتلاقي التطبيق معاك اتهكر وانا كمان هكون معاكم يعني دلوقتي وهوريك دلوقتي هيتهكر ازاي وتهكر ازاي يعني، لان طبعا بالاثبات زي ما قلت لكم هنشوف بالاثبات ان هو اتهكر تمام. فيبقى انا كده يا جماعه عرفتكم يعني في فيديو النهارده ازاي اصلا هتضيف شدات ببجي موبايل، عشان يا جماعه يعني في ناس كتير تكتب في التعليقات كده يعني ان شدات ببجي موبايل مش في التطبيق ده اصلا، فانا عرفتك دلوقتي ازاي يعني تضيف شدات ببجي موبايل في التطبيق ده. وبعد بقى يا جماعه ما يكون اتثبت التطبيق ده هنروح كده على طول على جوجل، نطلع بره جوجل كروم اصلا بعد ما التطبيق يتثبت وندوس على كلمه تثبيت، يعني هو يتنزل وندوس على كلمه تثبيت. هتفتح صاحب التطبيق كده بالظبط هتلعب لعبه واحده هتطلع الكوينزات دي هتلاقي معاك مليون كوين زي ما انت شايف كده قدامك في الصوره بالظبط. المليون كوينز دي بص بقى يا جماعه كل 20000 كوينز ب10 جواهر، فانت بتعمل زي ما انت عايز يعني انت هنا بتسترد جواهر زي ما انت عايز. طبعا انا بدوس على الاثنين بالظبط ب 120000 جوهره 120000 كوينز 5 جواهر بس و 200000 كوينز 10 جواهر، فانا بفضل بقى اجيب جواهر كتير خالص لان انا معايا مليون كوينز تمام. زي ما انت شايفين يا جماعه بفضل اجيب جواهر كتير خالص الى ما لا نهايه، يعني انا ممكن اعد براحتي. وزي ما انت عارفين يا جماعه انا في الفيديو اللي فات يعني عديت 100000 جوهره وشحنت ال10 كل شخص 10000 جوهره فري فاير زي ما انت عارفين طبعا الفيديو اللي فات تمام. وبصوا كده يا جماعه كل ما الكوينزات دي كوينزات اللي هي الصفرة بتخلص معانا بنرجع بس نلعب لعبه كده يعني نخبطها، يعني نخبط مثلا ال 32 في ال 32 المكعبات في بعض، يعني نخبط اي مكعب في المكعب الشبيه بتاعه، يعني اي مكعب في المكعب الشبيه بتاعه بيروح جايب لنا مليون كوينز على طول من لعبه واحده كده، مش هتاخد معاك ثانيه واحده في ايدك يعني، من لعبه واحده كده هتلاقي بقى معاك مليون كوينز. وترجع برده وتفضل تعمل نفس الموضوع اللي احنا بنعمله ده، تضغط كده على الاثنين مع بعض عشان يعني يكون اسرع وتعمل جواهر براحتك فاهمني. طب بعد ما اجيب الجواهر اشحن ازاي؟ بتضغط كده على المكان ده وتكتب فيه اي اي دي انت عايزه يعني، ولكن طبعا دي فري فاير اللي انا داس عليها، انت هتكون داس على ببجي موبايل وتكتب الاي دي اللي انت عايزه وتضغط كلمه ريديم هيقول لك الشدات هتوصلك من 3 لـ5 ايام. فانت صاحبي كل اللي عليك بعد الفيديو ده انك تطبق نفس الطريقه اللي انا عملتها بالظبط وان شاء الله تنجح معاك. وبس كده يا اخواتي فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو الفيديو عجبك ما تنساش بقى تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس لان انا بنزل كل يوم طريقه جديده لشحن شدات ببجي موبايل مجانا وكمان شحن جوار فري فاير. بس ما تنساش اللايك والاشتراك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.